هو تأخر الوقت كثير كثير. الساعة الآن واحدة بمنتصف الليلة، ومثل ما انت شايفين ما في أي أحد طالع من المنزل تبعه، الكل نام وأنا لازم إني أنام. خلينا أروح أخبر سوسي إنه لازم ننام لأنه تأخر الوقت. هاي سوسي. أخيرا إجيت يا أحمد، يلا خلينا إحنا نتابع نشرة الأخبار. سوسي أنت بتتوقعي كم الساعة الآن؟ الساعة لسه ما صارت 9. سوسي الساعة الآن واحدة بمنتصف الليل. جد بتحكي؟ لازم إني أسكر التلفاز ولا تأخر الوقت؟ أنا ما كنت عارفة، ما كنت حاسة. والله يا سوسي وأنا كمان، بس هي أنا بتوقع إنه زعرور الآن بيلعب مع أصدقائه كالعادة. طيب خلينا ندخل عليه دخول الأسود عشان نمسكه في الجرم المشهود. 100%. يلا 1 2 هجوم. 3 مسكت. نم 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 نم. أساس يا سوسي طلعنا ظالمين الطفل هذا. أولي يا أحمد، ولا زعرور هذا طلع نايم؟ والله إنه مسكين. أيوه زعرور نايم. نم 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 بابا نم 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 نم. أوه كمان بهالوصفية بحكي لي بحب بابا. والله حبيبي زعرور حبيبي. يلا يلا يا سوسي ما بدنا احنا نزعجه ونخليه يستيقظ. والله خليني اطلع. واو اطلعي كمان في عنده في الغرفة تبعته المنتسبين والتعليقات. والله انه رائع كتير كتير. خليني انا الان اقرأ المنتسب الاول اللي هو نم 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 نم. ايش هذا الصوت؟ احمد لازم نطلع بسرعة قبل ما نزعج بكرة علي مدرسة. اوه خلاص المنتسبين بكرة احنا رح نقرأهم. يلا يا احمد خلينا نروح وننام. يلا يا سوسي والله انا فخور بزعرور، هاي غرفتي انا وسوسي. يلا يا سوسي تصبحين على خير. نم 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 نم. هي 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 هي. صباح الخير يا حلوين. يلا كركور يلا دودو اطلعوا من مخابيكو. ايني انا جيت. هلا والله بكركور. والله العظيم مشيت على ابوك وعلى امك يا زعرور، والله راح يكون اشي رائع جدا. نعم راح تكون سارة بتجنن بتجنن بتجنن. استنى شوي احنا كنا 3. نعم انا كركور انت زعرور صديقنا دودو. وين دودو؟ ايه نسيته، يمكن مات من انعدم في شيوني هوا. خلينا اشوف. ولك يا كلب نسيتني، والله اني اسف يا دودو كنت راح اموت. وكمان انت موجود في عندك في دولاب الملابس جربان ريحته زي الزفت قرف اللي يقرفك. وكمان هذا الحذاء كمان العرنوب رائحته مقززة كتير كتير كتير. نعم هاي ولك شفتك كذبت على ابوك وعلى امك، ولما ايش لما كانوا بدهم يقرأوا المنتسبين انت صرت تشخور بصوت عالي عشان يعرفوا انك نايم يطلعوا. نعم نعم كركور. يلا خلينا احنا الان بدنا نلعب. هاي طيب شو قصة المدرسة بكرة؟ ايه بعطل بعطل. إيه وانا كمان بعطل. وانا كمان بعطل. ياي عطلة جماعية. ممتاز ممتاز. رح نلعب رح نقرأ التعليقات والمنتسبين. تعالوا نقرأ المنتسبين. يلا يلا. المنتسب الاول هو فهيد. شكرا لك يا فهيد يا قوي يا اسطورة. شكرا. وكمان تولاي. شكرا لك يا تولاي لانك انت انتسبت في فريقي. وكمان هون مين؟ انا داقرا انا داقرا. مكتوب اسمه عبد الرحيم الزيم. عبد الرحيم شكرا لك يا عبد الرحيم. عبود تو برق اسمه هيك. والله اسمه جميل. نعم نعم خلينا انا اقرا. يلا اللي بعده وسام استيفان. شكرا يا وسام. شكرا شكرا. في عندنا هون فانز باور. في عندك مانع؟
لا والله ما في عند مانع، المهم تنتساب. يلا، وهذا التعليق مكتوب فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا اسمي مجد، انا من الاردن، وانا حبك زي انت زعرور وكركور ومكركور بحب امي ولك، انا بحب امك، انا بموت بامك. خلاص عيب عيب عليك عيب. يلا طيب كمل. وسوسي هي بحب امي كمان، وجوجو ورورو ودودو يا سلام انا بحب امي انا. رمضان المبارك علينا وعليكم، ليش ما بتطلع تعليق ان شاء الله توصل مليون؟ ايش ماشي يوصل، نوصل مليون ايش؟ مليون كف على وجهك انت يا ثعرورة. هي الكل يشترك، خلينا نوصل 100 مليون مثل ما بيحكي صديقنا ايش اسمه مجد من الاردن. بحب امك يا مجد. اسكت. تعال نلعب مصارعة. يلا ابلع ابلع، اليوم صارتنا اسطورية. ابلع كركور. وفي الصباح الباكر هذا ما حصل. صباح الخير والسرور والورد المنثور، هذه هي الاجواء الاسطورية والخرافية. انا الان بدي البس ملابسي عشان اروح على العمل، والله الاجواء جميلة. ومن بعد ما بنوا هذا البرج الجميل صارت المنطقة أجمل بكثير بكثير، شوفوا ما أجمل المدينة. يلا يا زعرور تأخرنا. هذا شوفير باص مدرسة زعرور المشاك الصغير، والله إنه هذا مشاكس. صباح الخير والسرور والورد المنثوي، شو مالك؟ سوسي مش وقتك، زعرور تأخر عن المدرسة، لازم نخليه يستيقظ. وليش لحد الآن مش مستيقظ؟ نسيته ونام بدري مبارح، ليش لحد الآن نايم؟ نم 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 نم. يا زعرور يلا استيقظ. ما بدي بابا، بدي انام بدي انام. يلا اتأخرت عن المدرسة، البرا برا شوفير الباص بدي اياك. يا بابا بدي انام، انا ما اقدر اديش اروح على المدرسة. نم 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 نم. هي احمد خليه يستيقظ. اوه اسف يا زعرور بس ما في حركة الا هاي. اي 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 شو هذا شو هذا؟ بابا نعسان نعسان كتير، ما ليش الا 10 دقائق نايم. كيف 10 دقائق نايم؟ امبارح تأكدت انك نايم. صباح الخير، استيقظ. طيب طيب وين؟ اعطيني حشيلي سندويشة سندويشة مي واعطيني كاسة جبنة. هاي شو هذا؟ مثل السحور تماما هذا قاعد بحكي. يلا 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 يا حبيبي، يلا زي هيك البس ملابس المدرسة. طيب ماشي بابا. يلا يا سلام، ما أزكى المخمتوم. يا ايش هذا يا سوسي؟ هذا واحد نعسان. يلا يلا البس الحقيبة سوسي، جازين الحقيبة. يلا 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 بسرعة البس الحقيبة. طيب ماشي، هذا الولد نعسان زي كأنه مش نايم. يلا يلا على على المدرسة على المدرسة. يا بابا وين وين كاسة الجبنة؟ خليني أكلوني. ولك يا كلب. طيب من هون من هون، يلا زي هيك زي هيك، حرك بسرعة حرك بسرعة. يا 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 بسرعة زعرور، حرك حرك. طيب ماشي ماشي. يلا وين زعرور هذا؟ وينه؟ حرك. اخيرا اركب اركب. يلا يلا. اوه واخيرا هاي زعرور ركب في باص المدرسة مثل ما انت شايفين وراح على المدرسة. انا الان ده اشوف. اوه هاي راح والله ممتاز. يلا سوسي سوسي. تمام بدي اجهز لك الان انت ملابسك لعشان تروح على العمل. يلا والله يا سوسي لاني تأخرت انا كمان عن العمل. نم 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 نم. أنا مش مفتح. يلا يا زعرور وصلنا، يا زعرور وصلنا. آي آي آي. طيب ماشي ماشي، وين المدرسة؟ وانا زعرور المدرسة من الجهة الثانية. يلا يلا حرك حرك. قصدك سرير النوم من هذا الاتجاه. يا سلام، مع السلامة يا ماما. على السلامة. طيب يلا مع السلامة مع السلامة، خلينا اروح اصف الباص.
الله العظيم أطفال، أنا كنت زمان أصحى من الساعة 3 الفجر عشان أروح على المدرسة. آخ آخ آخ، يلا خلينا أنا شو هذا؟ أنا الجديدة في المدرسة. يا لطيف، هلا والله، معاك شخصية الرئيس المدرسة. جد بتحكي انت؟ يا سلام، من متى المدرسة حلوة مثل هيك؟ من متى؟ ما بعرف، انا الان جيت، انا اليوم اول يوم عندي بالمدرسة، ممكن نتعرف على بعض؟ اكيد طبعا. شو ليلي؟ ايش الحلاوة هاي؟ هي مين ليلي هاي؟ يا سلام، القمر شو جايبه على المدرسة؟ ممكن تتجوزيني؟ ايه بعد انسك منه، هذا هو يعني هبيل المدرسة، عقله نسيع بجيبة امه شكله. ياو بكره كزعل، بكره قرف لي قرف، روح انقلع بكره هيك. انا محسوبك زعيم المدرسة، اللي بدك اياه بصير لك هون، يعني هذا الاستاذ ابو شيبة، هذا اللي بشيب اللي زي شبه سيدي ابو سمير الحمصاني، انا يعني بحطه تحت جيبتي وتحت رجلي. شو قوي؟ نعم نعم، قوي شخصيا وقوي كل شيء انا. هي هي حلوه يا حلوه، هي لا تقرب بنا ولا تكمن، انقلع كركور. ولك زعرور، نسيت احكي لك شغله. ايش في؟ ايش في كركور؟ فوع وجهك. انقلع. بتف بوجهك ببزق عليك؟ لا يا فشر فشر، يا حدا يبزق علي؟ تعالون انا ابو شاب ولاك. اي اي هي هي، بعطيك 10 ورقات، روح انقلع اعمل حالك انضربت. شو قوي انت؟ انت اسمك ايش؟ قلت لك انا زعرور، انا زعيم المدرسة، بدرس بحطها تحت رجلي. يا سلام، ايوه انقلع انقلع. طيب سيدي يلا، اي احنا ما تعرفنا على اسمك يا قمر. بدك تعرف اسمي انت يا زعلول؟ طبعا لازم الواحد يعرف القمر لما ينزل على القرض شو بيكون اسمه. اسمي انا ايلا، ايلا الجميلة الرائعة، انا ايلا. ايلا، واو، اسم ابوي ما بيعرف يسميه، ابوي سماني زعرور. زعرور شو يعني؟ والله لو انك زبالي ما سماني زعرور. ممكن انت تفرجيني ايش موجود في المدرسة؟ طبعا يا حبيبة قلبي، تعالي تعالي معاي، انا اللي بدك اياه بسوي لك اياه. هاي هون المعلم فنان. هلا والله بفنان. هلا والله بزعرور. اوه مين هاي؟ هاي مرتي. ايش هاي؟ ايلا، ايلا صح؟ ايلا نعم انا ايلا. طيب ايش كنت احكي قبل شوي؟ هاي صديقتي كنت انا احكي. هي ايلا تعالي بدي احكي لك هالشغلة. ايش في يا زعرور؟ هي بدك تعرفي انا زعيم المدرسة، وحتى الاستاذ فنان هذا بحطه تحت رجلي من اجلك يا قلبي. طيب تعالي معاي، تعالي معي، ايش انا اعطيها اياه؟ حتى اذا بدك تشرب من هاي المواد الكيميائية بتشربي. هذول الاشياء ممنوع حد يقرب منهم. ونعم ما بعرفش لاني بدرسش انا. يلا هي بدك اعطيكي يعني شوية شوكولاتات؟ نعم بليز. يلا مد ايدك هون، مد ايدك هون. يلا يلا يلا، انا رح احط لك فلوس تطلعيش. يلا 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 يلا، نزلي 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 بسرعة 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 نزل. ايوه يلا، شبس بديك. نعم استني لك 30 ثانية. ها ها يلا 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 يا شكرا، نزلي لي من هذا المشروب. لا ما عليك ما عليك، بنزل لك الشبس الاصفر هذا اذا بدك. مد ايدك مدي. طيب ماشي يلا يلا. ايوه يلا بسرعة بسرعة يلا، ركز استني شوي بدي حركة تانية. هاي خليني اسوي انا هاي الحركة. 3 2 1 ليتس جو. بام يا راسي. شكرا، هيا هذا هو الشبس اللذيذ. شكرا زعرور، لكن هذا مقاطعة. نعم الليز مقاطعة، انا ما بدي اياه. يلا يلا ليكو ليكو ليه اصلا سرقوا السرقة؟ انا شو بتحكي؟ لا ولا اشي ولا اشي. يلا يا ايلا خلينا اعلمك ايش في كمان
كمان هون في هذا المعلم وهذا الأستاذ، وكمان في هون مسبح مدرسة المشاغبين، وكل الشباب هون بيعرفوني. والله إنك أسطوري خرافي أنت يا زعجيري، أفضل زعجير بالعالم. شو أنتوا لساتكم بتتعرفوا على بعض؟ يلا تأخرنا على الصف، أنا بدي أروح أنام، يلا تصبح على خير. طيب ماشي كركور، وين رايح وين؟ هاي آيلة تعالي. هاي أنا بدي أروح على الصف. هاي أنا بدي أروح على البيت، يلا مع السلامة. مع السلامة مع السلامة. الآن عنا الأستاذ كوكع يا صديقتي آيلة، بدك تتعرفي عليه، وأستاذ محترم. طيب ماشي، يلا يلا تعالي معاي، بدي أقعدك بأول درج، تعالي آيلة معاي. واو أحلى بنت بشوفها بحياتي هاي اسمها آيلة. أنا بظبط لكم إياها، ما عليكم، خليني أسوي زي هيك زيك زيك. السلام عليكم، سلام على الرجال، وهاي على الحلوين. أنا زعرور، هاي 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 بتخصني أنا. آيلة بتخصني أنا. طيب ارجع مكانك، يلا آخر درج. طيب ماشي ماشي ماشي. شكله في عنا طالب جديدة، هلا والله بآيلة، هلا والله. أهلا وسهلا، أنا هو الأستاذ كوكا، أنا حابب إني أعرفك عن نفسي. هي تطلعش على صاحبيتي. شو بتحكي أنت؟ ولك وحياتك، بعد ما انقلع اقعد اقعد. طيب ماشي 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 فهمت. يلا خلينا احنا الآن ناخذ الدرس. والله يا أستاذ بطني بوجعني، أنا ممكن إني أروح أنا شوية أطلع برا؟ أكيد أكيد أكيد، اطلع برا يا آيلة، ولما تحس حالك إنك كويسة ارجعي لي. طيب شكرا يا أستاذ. يلا يلا أستاذ شوية بنرجع لك. هاي ارجع مكانك، ارجع 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 بسرعة. والله نفسي أروح مع آيلة، والله العظيم بطني بوجعني. يلا يلا شو أسوي؟ بس دقيقة واحدة بدي أروح الحمام. لا ولا حمام ولا بمام ولا أي شيء، بسرعة نام. أنام؟ شو أنام؟ بسرعة، أنت أصلاً لو تستيقظ بتكون أنت زي الكلب بتطلع صوته، خلص سوى أي شيء بس لا تطلع صوته. طيب ماشي، لو إني أقدر أطلع من عند إيلي آيلة خليني أطلع. هاي خلص 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 خلص. طيب ماشي فهمنا فهمنا فهمنا، خلص خلص خلص، تقتلها آيلاي، تصبح على خير يا حلوين. استيقظ استيقظ. طيب خلص فهمت فهمت. ها هيني جلست. شو هذا؟ في شي غريب. تصبح على خير. نم 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 نم. هي يا أستاذ زعرور نام. انساك منه انساك منه، خليه نام، هذا أصلا إزعاج إزعاج إزعاج. نم 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 نم. يا سلام، انا هو زعرور الاب الكبير، زي ما انت شايفين انا اسست عائلتي الجميلة والجديدة والرائعة. اولا هذا هو منزلي، ثانيا هذه هي سيارتي، ثالثا واجمل شيء بالعالم هذه هي زوجتي آيلة، وهذا هو طفلي الصغير. اهلا وسهلا يا زوجي زعرور، انا بصراحة بحبك من الطفولة، من احنا في مدرسة المشاغبين. نعم نعم يا زوجتي آيلة، وانا احبك ايضا، هذا طفلي الصغير الرائع، كونت عائلة جميلة جدا جدا، وبالاعلى هذه غرفة طفل الصغير، كونا عائلة واسسنا هذه العائلة جميلة جدا جدا. نعم نعم انا آيلة، وانا مبسوطة كتير كتير فيك يا زعرور يا زوجي. وانا كمان يا زوجتي كوتي كوتي كوتي، طفلي جميل. انا بدي اطلع بر يا زعرور، عشان بدي اروح اسقي الزهور. حسنا يا زوجتي آيلة، حسنا كوتي كوتي كوتي. آيلة انا الان سوف اقتلك. لا 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 لا، ابلعي. اي لا لا
ايلا وانت كمان رح تموت. ايلا 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 ماتت حبيبتي. ايلا حبيبتي ايلا بدي ادمرك. انت مين؟ انا ابو التانجوس. انا قتلت زوجتك ايلا. دورك انت الان. اي ولا اقتلك زوجتي. ايلا 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 لا 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 ايلا انا حبيبتي ابني 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 لا 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 لا, لا. ابني قلت لي اه شو بتحلم يا حلوة بابا؟ بحلم بصديقته صديقته في المدرسة اسمها ايلا. اضحكوا علي يا طلاب. لا تضحكوا علي لا تضحكوا علي كله كان هذا حلم والله يا ابو التنقص هذا بدك كسر راسه. يا بابا ليش هيك ليش؟ لانك نايم نايم بالمدرسة. الاستاذ ناداني وحكالي نايم وبتحلم بايلا. انت مين هاي؟ هاي حبيبتي انقلع. ايه اسف والله ايش اللي حكيته ولا اشي. انا بحكي لك انقي يا بيع روح ناكل شاورما. اوه قدامي. طيب ماشي كل هذا حلمة الله العظيم ايش بيخزي. يلا خلينا نروح على المنزل. بكره المدرسه.